لكن لو عندنا مبدأ كده إن كل حوار بيني وبين زمايلي وتعامل هو حوار موضوعي مش شخصي، بمعنى لو في مشكلة بيني وبين حد في الشغل أنا أنقد الفعل وليس الفاعل. خطر جدا إني أنقد الفاعل، وفي بعض بيئات معينة ممكن يرفع علي قضية. فأنا ما ينفعش أعلي صوتي على زميلي ولا أقول له ألفاظ خادشة للحياء، ولا إني أهينه قدام الناس وأطعه كل شوية وأهد في شخصيته. الكلام ده غير مقبول. حلو دكتور، احنا خلص وقتنا بس انا عندي سؤال، لان احنا بدايه الحلقه تكلمنا انا وساره عن هالموضوع هذا، ان في كثير من الاحيان سواء في العمل او حتى خارج العمل في انسان قدامك يقول لك شيء يجرحك من داخلك، فانت هنا تكون في حاله من الحيره، هل انا اسكت وما اثر على علاقتي معه، ولا اتكلم واقول لان ترى انت الكلام اللي قلته لي اثر علي شيء كثير، فانت شنو تقول دكتور في هالحاله؟ افضل طريق ما بين نقطتين الخط المستقيم، صحيح؟ اذا كنت انا هقول لحضرتك انت الاسلوب اللي بتتعامل معايا بيه مش مريح بالنسبه لي، ولكن أنا بتكلم بالأسس وبالأصول، أنا بتكلم من غير مدراء. أنت عارف حضرتك مشكلتنا الكبيرة جدا في المنطقة الرمادية، أنا مش عايز أزعلك بس عايز أواجهك، بس مش عايزك تعمل معايا كده تاني، بس برضو في نفس الوقت ده عمره أبدا ما يجيب نتيجة. ولكن أنا واضح في فرق ما بين الحزم والقسوة. الحزم إني بتكلم في الموضوع، والقسوة إني بهاجم صاحب الموضوع. صح. إحنا نبعد عن القسوة، ولكن الحزم مهما كانت عواقبها على الأقل هكون عملت الشيء الصحيح. جميل جدا.